أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. الفنان عبد الله بوشهري، حقائق ومعلومات لا تعرفونها عنه. الاسم بالكامل عبد الله محمد علي عبد الله بوشهري، اسمه الفني عبد الله بوشهري، تاريخ ميلاده 27 يناير عام 1985 ميلادي، وعمره 33 عاما. مكان الإقامة في الكويت، وبلده الأصلي إيران. وبرجه الفلكي هو برج الجديد. الفنان عبد الله بوشهري ممثل إيراني يعيش ويعمل في الكويت، وعرف بكونه ممثل كويتي. بدأ حياته الفنية في عام 2004، حيث شارك في دور صغير في مسلسل دنيا القوى، وبعدها شارك بدور صغير في مسرحية للأطفال حملت اسم الأكاديمية. صورة للفنان عبد الله بوشهري وهو صغير، وكما أنه شارك في فيديو كليب للمغني عبد الله الرويشد مع الفنان جاسم النبهان، بينما كانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل اللقيطة، بعد أن شاهده المنتج باسم عبد الأمير، جسد بعدها أول أدوار البطولة في مسلسل رحلة الانتظار. الفنان محمود بوشهري مع ابنة أخيه عبد الله بوشهري. بدأ نجومية الفنان يبزغ بحلول عام 2007، حيث مثل في مسلسل عرس الدم للمخرج محمد دحام الشمري. قدم بعدها عددا من المسلسلات، منها عائلتي والملكة وبنات الثانوية، عطر الجنة، بركان الناعم، ريحانة، وجرح السنين. جمع الفنان عبد الله بوشهري الأصالة الخليجية والرومانسية البارسية في صورته، وهو شقيق الممثل محمود بوشهري. عام 2011 خاض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، حيث قدم برنامج حمل اسم فورزا، عرض على قناتي العدالة والوطنية. شاركه بتقديمه شقيقه محمود بوشهري وهيا عبد السلام. هذه صورة للفنان محمود بوشهري، شقيق الفنان عبد الله بوشهري. محمود بوشهري شقيق عبد الله بوشهري. كما أيضا قدم عدة مسرحيات، منها ظل الشقيقان معهما الجنسية الإيرانية فقط، حتى حازا على الجنسية الكويتية عام 2012. صور عبد الله بوشهري في شهر عسله. أما في عام 2010 أصبح الممثل عبد الله بوشهري من الوجوه الفنية المطلوبة محلياً، وشارك في مسلسل ساهر الليل الجزء الأول، وعلى مدار عام شارك في جزئيه الثاني والثالث، كما شارك في مسرحية عصابة عزوز مع الفنانة هيا عبد السلام، وهو العام الذي أشيع عن ارتباطهما بعلاقة عاطفية ولكن تم نفيها. الفنان عبد الله بوشهري مع الفنانة الجميلة هيا عبد السلام. حياته الشخصية، تزوج الفنان الكويتي عبد الله بوشهري من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، ويعيش مع زوجته حاليا حياة مستقرة في الكويت، ويحرص على خصوصية حياته الأسرية بعيدا عن الإعلام والأضواء. من المسلسلات التي شارك بها الفنان عبد الله بوشهري حال مناير عام 2015، وقابل للكسر عام 2015، ريحانة عام 2014، بنات الجامعة عام 2012، ساهر الليل 2013، وأيضا مسلسل عائلتي عام 2008، عرس الدم 2007، رحلة انتظار 2005، اللقيطة
2005، دنيا القوى عام 2004. صور عبد الله أبو شهري في شهر العسل. أما من المسرحيات التي قدمها الفنان عبد الله أبو شهري: أرض الأحلام 2013، قصر العجائب 2012، مدينة الظلام 2009، الشجعان الأربعة عام 2007، الأكاديمية 2004. هذه هي صورة لابنة النجم الكويتي عبد الله أبو شهري داليا. تم تكريمه كأفضل شاب ممثل في المسلسلات الخليجية، ونشر على إنستغرام قائلا: تم تكريمي كأفضل ممثل شاب في المسلسلات الخليجية من قبل السيد فواز الحساوي وجمال العدواني. أهدي هذه الجائزة لكل من شارك في مسلسل الخطايا العشر والجنود المجهولة. هي صورة الفنان عندما تم تكريمه كأفضل شاب ممثل في المسلسلات الخليجية. السؤال الآن الذي يبحث عنه الجمهور: من هي زوجة الفنان عبد الله أبو شهري؟ في عام 2015 كان الموعد المنتظر لارتباط الفنان الشهير عبد الله أبو شهري بزوجته التي فضلت الحفاظ على الخصوصية في هذا المجال وعدم نشر الصور لها في أي من المناسبات التي يشارك فيها عبد الله، وحتى أنها طلبت عدم نشر صور حفل زفافهما في الوسائل الإعلامية. ابنة الفنان عبد الله أبو شهري داليا. وأكد الفنان أن زواجه لم يؤثر على عمله بالمطلق، بل على العكس فقد حقق له عدد أكبر من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر دليل على محبة الناس له حتى بعد ارتباطه. وأشار الفنان في الكثير من المقابلات التي أجريت معه عقب زواجه إلى أن زوجته تتفهم طبيعة عمله، وهي لا تشعر بالغيرة من المعجبات الكثيرات اللواتي يحطن به، بل على العكس تماما فهي توفر له الدعم الكامل في المجال المهني. ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع عبد الله أبو شهري بفتاة محجبة، وقد قامت الإعلامية الكويتية ماي العيدان بنشر الصورة عبر حسابها بالإنستغرام، حيث توالت التعليقات على الصورة. هذه هي الصورة التي نشرتها ماي العيدان، وقالت أن الفتاة المحجبة هي زوجة الفنان عبد الله أبو شهري، حيث يرى البعض أنه يفوقها وسامة، ولكن حتى اللحظة لم يؤكد الفنان أو ينفي عبد الله أبو شهري حقيقة هذه الصورة، فقد تكون عائدة لإحدى معجباته. الفنان عبد الله أبو شهري مع زوجته، ولكن يبقيها بعيدة عن الأضواء. الفنان عبد الله أبو شهري مع ابنته داليا. ابنة الفنان عبد الله أبو شهري داليا. صور عبد الله أبو شهري في شهر العسل. الفنان عبد الله أبو شهري مع الفنانة أمل العوضي. صور الفنان عبد الله أبو شهري في حفل زفافه.